سيادة والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. مع اقتراب السابع من تشرين الثاني موعد بدء الدورة العادية لمجلس الأمة، نواصل قراءة المشهد النيابي القادم وما سيكون عليه الحال السياسي فيه في ضوء المعطيات المستجدة على الساحة المحلية. مجلس النواب القادم يتكون في تشكيلته الحالية من 74 نائبا يفوزون بالمقعد النيابي لأول مرة، وأمامه عدد من الملفات التي تعتبر فارقة في المشهد المحلي، بدءا من موضوع الثقة التي تسعى حكومة الدكتور هاني الملقي لنيلها، مرورا باتفاقية الغاز والخيارات البديلة. كما سيكون المجلس النيابي القادم على موعد مع جلسات هامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة. هذه ملفات وغيرها يحاول مجلس النواب القادم التصدي لعبئها من خلال تشكيل تحالفات نيابية تكون قادرة على بناء البرامج والرؤى وتعزيز موقف مجلس النواب الساعي لكسب ثقة الشارع رغم عبء الملفات ووطأتها. نناقش في حلقة الليلة الأدوار المتوقعة لمجلس النواب القادم مع ضيوفي أصحاب السعادة النواب، كل من الأستاذ إبراهيم أبو السيد، أهلا بك شرفنا بحضورك. حسن السعود، أهلا بك شرفنا بحضورك. فضيل النهار، أهلا بك شرفنا بحضورك. ورمضان الحنيطي، أهلا بك شرفنا بحضورك. شرفتونا بحضوركم أصحاب السعادة النواب، وكلكم نواب جدد، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا في نبض البلد. وأبدأ منك أستاذ إبراهيم، نتحدث عن مجلس نيابي قادم، الدورة موعد انعقاد الدورة اقترب، كيف تقرأ المشهد النيابي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما أنا سعيد في هذا اللقاء الطيب الذي يضم إخواني وأحبتي وكلهم أكفاء وأفضل منا إن شاء الله، وكذلك مقدم حسن الخوالدي المبدع يعني أسأل لكم التوفيق. بصراحة ننتظر يعني 7/11 يعني بجد ونشاط إن شاء الله، وتفعيل دور المجلس النيابي في الرقابي والتشريعي إن شاء الكريم، وبصدر رحب وذراعينا مفتوحة لكل إخواننا في مجلس النواب، وكلهم شرفاء وكلهم وطنيون وكلهم ينتمون لهذا الوطن وهم المواطن. فأنا إن شاء الله أستبشر خيرا في هذا المجلس 18 الذي سيعيد الثقة إن شاء الله للمجلس النيابي، ويعيد ثقة الشعب بمجلس النيابي إن شاء الله، في حين انعدمت الثقة أو يعني ضعفت الثقة مع احترامي لكل إخواني في المجالس السابقة بما اتخذ فيه من قرارات، بعضها يعني كان هذه القرارات يعني ليس لصالح المواطن، فالثقة بصراحة كانت ضعيفة في المجالس السابقة مع احترامي وأكرر لإخوان النواب جميعا، قد ظروف عصفت بهم، ولكن نأمل في المجلس 18 مع كل الخيرين من إخواني من مجلس النواب أن نعيد الثقة لهذا المجلس باتخاذ قرارات إن شاء الله من شأنها مصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وأنت مستبشر بأن المجلس القادم قادر على اتخاذ قرارات في مصلحة الوطن والمواطن؟ نعم مستبشر جدا بكل ثقة بإذن الله إن شاء الله. أسمع وجهة نظرك أستاذ حسن بالمشهد النيابي اليوم، وهل حقيقة هذا المجلس قادر على استعادة ثقة الشارع الأردني؟ حقيقة بادئ البدء أنه لمن دواعي سروري أن أكون أمام وبين هذه النخبة الطيبة في نبض البلد، وفي حلقة تجسد المشهد الانتخابي أو المشهد النيابي بما يحمل في طياته من كثير من العديد من القضايا. حقيقة بكل أريحية أنا مرتاح للمجلس 18 بكل ما حمل في طياته من ممثلين للشعب. أتوقع أنه أصعب ما واجهنا إحنا ونحن نخوض التجربة النيابية كان كيف نغير قناعات واتجاهات الشارع الأردني اتجاه المجلس النيابي. تقصد في تجربة الانتخابات؟ تجربة الانتخابات، وللأسف هذا الشيء كرسته الحكومات المتعاقبة أو الحكومة اللي جعلت من النائب خادما مطيعا، وكرست هذا النهج من خلال يعني كثير من القضايا اللي كان يئن منها الشارع الوطن أو الشارع الجماهير الانتخابية القواعد الانتخابية. فالحكومة بكل يعني صراحة جسدت هذا المشهد بكل ما تحمل من قضايا، أنه ألغت الدور النيابي الفعلي المناط بهذا النائب من خلال دفاعه عن القضايا المهمة. زي ما حكى زميلي، إحنا لا دائما نحطهم شماعة ونعلق عليهم لرغم ظروف
قاهرة جدا وقاسية جدا كانت تعصف بهذا البلد. أمنيتي إن شاء الله رب العالمين أن يتغير المشهد في المجلس النيابي 18 ومستبشر بتغيير. نعم مستبشر خيرا إن شاء الله. خامات جميل. وقامات إلها كل احترام وإلها كل تقدير. أستاذ فضيل الاستبشار السمة الغالب اليوم في المجلس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين. بداية كل الشكر والتقدير لهذه القناة الرائعة، ولك أخي محمد شخصيا وللفريق العامل على بمعيتك أشكرك لإتاحة هذه الفرصة لنا للحديث عن ما يجري على الساحة الأردنية وهو المجلس النيابي 18. اسمح لي بداية باسم أخواني أصحاب السعادة النواب الذين موجودين بهذه الحلقة أن أشكر أهلنا الشعب الأردني على هذا الاختيار، ونبارك لهم هذا الفوز باختيارنا نواب لهذه الدورة لنمثلهم، وأرسلوا لهذا المجلس أبناءهم وهم يتوسمون بنا الخير لنكون إحنا أقوياء في طرحهم ولنمثلهم إحنا خير قيم. نعم. بالنسبة لنا إحنا ما لا يوجد عندنا مفهوم نائب جديد ونائب قديم، كلنا أبناء الوطن وكلنا أبناء الأردن الواحد بشتى أصوله ومنابته، ونحن المجلس النيابي الحالي بأعضائه المية وثلاثين عضو كلنا أبناء لهذا الوطن وكلنا متساوون في الحقوق والواجبات وعلى قدر عالي من العلم والمعرفة والقدرة والخبرة لنقوم بهذه المهمة. نستبشر خيرا بإخواننا السادة الزملاء النواب لنقوم بهذه المهمة خير قيام، ومهمة هذا المجلس كبيرة وعلينا خلينا نقول صعوبات كثيرة، وبالنسبة لنا أهم شيء سنقوم به هو إعادة ثقة الشارع الأردني وثقة المواطن الأردني بأبنائهم النواب. وهذه النقطة إذا استطعنا إحنا كمجلس جديد أن نقوم بهذه المهمة ونكسر الحاجز اللي كان بين المواطن وبين النائب، ونعزز هذا المفهوم وهذه النظرة بإعادة هيبة الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها. إذا استطعنا أن نقوم بهذا العمل نكون قد أنجزنا الشيء الكثير. أمامنا تحديات كبيرة، أمامنا ملفات كبيرة، أمامنا هموم كثيرة، مواطننا يعاني ظروف صعبة، وبلدنا كذلك محيطة فيها أمور صعبة ومهمتها صعبة، لكن بتضافر كافة الجهود ومؤسسات الوطن وسلطات الوطن بكافة أشكالها سنقوم إحنا بالعمل بروح الفريق الواحد بتشاركية وبكل ما أتينا من قوة لإكمال الأدوار وليس لتبادلها. طيب أستاذ رمضان أسمع وجهة نظرك سيدي. أنت كرمت تفضل. مساء الخير للجميع والأخواني زملائي الكرام. أنا أعدك بإذن الله أنه سيكون المجلس 18 مجلس ممثل حقيقي للشعب الأردني، لأنه هذه الانتخابات أفرزت أخوان أعزاء قادرين على تحمل المسؤولية، قادرين على تحمل تبعية الظروف المحيطة بالمنطقة. احنا منطقتنا تمر بظروف صعبة، ظروف اقليمية، وطننا يمر بظروف اقليمية عالية في الصعوبة. احنا الان كممثلين للشعب الاردني وصلنا الى قبة البرلمان من اجل انه ندافع عن حق المواطن وندافع عن مقدرات المواطن وندافع ونقف احنا بجنب الحكومة وليس ضد الحكومة.
ما أخذ عن المجالس التشريعية السابقة أو المجلس السابق أنه يعني فكرة كان الشعب الأردني فكرة غير يعني يعني فكرة كثير فيها من نوع من يمكن أنه للظروف اللي مرت فيها البلد أنه كان في تجني أو في أحكام كثيرة على المجالس السابقة. إحنا نعد المواطن أنه إن شاء الله بإذن الله سنكون عند حسن ظن المواطن. جميل. وعند طيب. حسن ظن هاي البلد طيب. ومع كلامكم جميل، كلامكم جميل وكلام لطيف. وخلينا نحكي في واقع الحال، أمام هذا المجلس ملفات عديدة، وقبل أن ندخل في ملفات بتفصيلها وهي ملفات التي قد تسبب باشتباك مع الحكومة، قبل كل ذلك أمام مجلس التحدي الأول، تحدي تشكيل الكتل النيابية ودخول معركة الرئاسة والمكتب الدائم. هناك حراك نيابي مستمر حتى اللحظة. أجواء الكتل نحكي عن 60 نائب باتوا بكتل نيابية، وهناك 70 نائب مش واضح منهم، أكثر من 70 نائب مش واضح منهم شو التوجهات النيابية. كيف تقرأ الحراك التكتل النيابي؟ بصراحة بلشت الكتل تتشكل. بصراحة بالنسبة للتكتل النيابي وفي هذا الصمت، بصراحة أنا أعتبره فيه مر بصمت، شايف علي؟ بعكس المجالس السابقة، شايف علي؟ لحتى هذه اللحظة عدد الكتل 5 كتل بولادة كتلة جديدة اللي هي كتلة الديمقراطية. الديمقراطية وعددهم 16 نائبا من إخواننا. بالنسبة 73% من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130، شايف علي؟ في كتل اللي هم 94 نائب في كتل لحتى هذه اللحظة، 94 و36 بدون كتل. عندنا كتلة وطن وكتلة الوفاق وعندنا كتلة التجديد وكتلة الإصلاح والديمقراطية. لحتى الآن غير متضحة معالم الكتل لحتى هذه اللحظة في نظري، شايف علي؟ طالما تشكلت الكتل وأسماء النواب لم تسجل كل الكتل لحتى هذه اللحظة. لو دققنا يعني في 3 كتل تقريبا نسجل في الواقع، الله أعلم، 3 كتل يعني 60 تقريبا 60 نائب مسجلين. 60 نائب مسجلين تمام، شايف علي؟ ولكن بس في كتل قيد الإنشاء أو في قيد الإنشاء، وقد يعلن كتلة أخرى كمان غير الكتل الخمسة اللي سجلت حتى الآن. كيف تشكيل الكتل؟ تشكيل الكتل على أساس؟ تشكيل الكتل بصراحة يعني منها على أساس حزبي وبرنامج مسبق، شايف علي؟ وبعضها تكتل آني شايف علي؟ فهذا التكتل الآني اللي فرضوا علينا هو قانون الانتخاب صراحة. لم يسمح هذا القانون الانتخاب اللي هو القانون اللي خضناه على غراره المجلس النواب، لم يسمح بفوز الأحزاب، لم يسمح، شايف علي؟ ولو سمح بفوز الأحزاب لكانت عندنا كتل حقيقية، باحترام لكل كتل، كتل حقيقية شايف تخدم الوطن والمواطن، وكلها راح تخدم إن شاء الله بإذن الله. فهذا القانون لم يسمح بتكتل حقيقي للكتل. ما عندنا الآن كتل أحزاب، ما في صراحة إلا تقريبا يعني الكتل الواحد اللي هي كتلة الإصلاح دخلت ببرنامج وانتظمت ببرنامج والتزمت ببرنامج. أما الكتل الآن الحالية مع احترامي لها قد يكون لها برنامج ويخدم الوطن والمواطن. طيب أستاذ حسن، كيف تقرأ الحراك النيابي في تشكيل الكتل النيابية وأنت بتعرف أول معركة سيخوضها مجلس النواب هي معركة الرئاسة والمكتب الدائم وما إلى ذلك، وهي معارك كتل نيابية يعني، وإن كانت هذه الكتل هلامية أو لا تشكلت عن بناء مصالح بناء حسب ما ذكر. الفترة الزمنية الكافية اللي مدت حوالي تقريبا ما يقارب الشهر ونص تقريبا من 20/10 لغاية الآن، من 20/9 عفوا لغاية الآن، فحوالي شهر ونص تقريبا، فأعطت برهة وفسحة من المجال حتى الكل يدرس وكل يعني يتأنى في عملية اتخاذ القرار تشكيل الكتل. هلا جلسنا يمكن أكثر من أنا تحديدا أكثر من 5 جلسات أنا ضمن حزب المؤتمر الوطني زمزم، ولكن زمزم نجح منها 4 نواب، وفي عندنا حزب الوسط الإسلامي ومجموعة الآن من الخيرين. لذلك نعم أخذت فسحة عملية تشكيل الكتل، ولو يعني نصل إلى أقل الأعمال أو أقل النهج التشاركي، يعني كيف أنا بدي أشارك مع الأخ محمد، أقلها بأقل المعطيات بالإيديولوجيا أو بالرؤية أو بالرسالة اللي نتفق عليها في نهجنا في المجلس النيابي. نعم هي فرضت هذه الكتل أو الكتل فرضتها عملية الاقتراع المكتب الدائم من خلال الرئيس ونائب الرئيس وكذلك اللي هي اللجان.
فبالتالي تحتاج إلى كتلة حتى تأخذ أنت مثلا حقيتك في التكتل فيها أو في دخولك لهذه الكتل أو في دخولك للمكتب الدائم أو في دخولك إلى اللجان أيضا، لا يتم إلا من خلال هذا التكتل. فرضته الحال القائمة هي فرضت عملية التكتل. لكن أنا أصل إلى معلومة أنه هنالك بعض التكتلات هشة، يعني لا ما فيش بينها قواسم مشتركة لا بالرؤية ولا بالرسالة، وهذه قد تكون يعني مجرد فقط لعملية الانتخاب رئاسة المجلس وما يترتب على ذلك. أنا بتمنى أنه يجب علينا كنا كنواب وككتل أن نعي نفسيا ما معنى نائب، أن نعي نفسيا لما أدخل مع أخوي رمضان أو ما أدخل مع أخوي النهار، هل في هنالك قواسم مشتركة بيني أو في إيديولوجيا مشتركة بيني وبينه في هذا التكتل، حتى أن نعطيها صفة الديمومة. صفة الديمومة للكتل بيعطي أنه فعلا تحاسب بشكل صحيح، تشرع بطريقة مناسبة بطريقة صحيحة وبطريقة موضوعية وبطريقة صادقة. فالتكتلات إذا التقت ولو بالجزء البسيط من العملية التشاركية راح يكون لها صدى وراح يكون لها تأثير في عملية اتخاذ القرار وفي عملية التشريع. تقرأ ذلك في تشكيل الكتل على الأقل المشهد الحالي، المشهد اللي لم يتم استكماله بعد؟ لا أقرأ لأنه لا نعم. طيب أستاذ فضيل، أسمع وجه نظرك في الكتل النيابية، كيف تقرأ؟ سيدي بداية، قانون الانتخاب الجديد اللي إحنا كنا ثماره ومن النتاج ومن إحنا من الناس اللي إحنا نجحنا بهذا القانون، كان هو عبارة عن قوائم، ما كان فيه عملية ترشح لأفراد أو لأشخاص. فالعمل النيابي الآن رؤية جلالة سيدنا و تطلعات الشعب الأردني والحكومات المتعاقبة وطبيعة الحياة تؤدي أنه الآن أنه إحنا ننشط في التعددية السياسية وفي الحياة الحزبية، وبالتالي لا يمكن أن يكون عمل النواب في المرحلة القادمة عمل فعال وعمل مجدي إلا من خلال تشكيل القوائم والكتل الانتخابية. القانون الجديد اللي تم إجراء الانتخابات على أساسه لم يكن قانون مبني على الحياة السياسية والحزبية. هذا القانون هو بمثابة الصوت الواحد لكن بقانون. هذا القانون عصري، هذا القانون جديد، هذا القانون متطور، لكن هذا القانون لا ينطبق على الأردن بكافة شرائحه وفئاته. احنا مجتمع عشائري، مجتمع خلنا نقول بكافة نسيجه الاجتماعي الأردني. هذا القانون الجديد هو قانون يصلح لدولة فيها حزبين ثلاثة يتنافسوا ضمن برامج ضمن عمل مؤسسي، وبالتالي الكتلة اللي أو الحزب اللي يحظى على أكثر عدد هو يشكل مثلا المجلس النواب ويشكل الحكومة ويقوم بتنفيذ برامجه من خلال ما يرى مناسبا ومن خلال السلطات. الآن في ظل الظروف الحالية لا يجوز أنه أنت تبقى مستقل في العمل النيابي، فلا بد من القيام بتكتلات وبتشكيل قوائم. هذه القوائم زي ما تفضلوا إخواني أصحاب السعادة الخيرين أنه يعني جزء بسيط منها قائمة واحدة اللي هي قائمة الإصلاح اللي هي مبنية على أساس حزبي. في قوائم ثانية يعني وفي أحزاب أخرى لها ممثلين في هذا المجلس كما تطرق أخونا الكبير الدكتور حسن من خلال زمزم والوسط الإسلامي والتيار وبعض خليني أقول الأحزاب الأردنية. الغالبية العظمى من تشكيل هذه القوائم تمت بناء على توافقات بين السادة وبين شخوص النواب، توافق على النوعية، على التقارب في وجهات النظر، على طبيعة عمل النواب، على طبيعة عمل مجلس النواب، على ما هي القواسم المشتركة بين هؤلاء الشخوص من النواب تم تشكيل هذه اللجان. الآن إحنا يعني أنا كأحد أعضاء المجلس إحنا الآن بقيد تشكيل قائمة نيابية جديدة اسمها قائمة العدالة، وهذه القائمة تحتوي على 22 عضو من السادة أخواني الخيرين من أبناء الأردن. جميل. ومن أعضاء مجلس هذه كتلة النواب. سادسة هذه كتلة سادسة. اسمع منظرك سيدي رمضان، كيف قارئ التشكلات العمل النيابي حراك النيابي؟ العمل النيابي يحتاج إلى عمل جماعي. العمل الجماعي دائما
له أهمية سواء في اتخاذ القرار بالنسبة للداخل المجلس وعلى مستوى الحكومة. يعني احنا كمان في لنا قواعد شعبية، في لنا التزامات داخل مناطقنا، داخل مناطقنا اللي التزامات اي ناحية؟ لنا التزامات امام قواعدنا الشعبية. نعم. لنا التزامات اماكننا دوائرنا الانتخابية. يعني احنا اول ما طلعنا كتلة وطن وانتميت لكتلة وطن، طلعنا نظام داخلي وثيقة شرف. نعم. لهذه الكتلة بحيث انه رفع اداء مجلس النواب والتشاور واتخاذ القرارات، القرار موحد بالنسبة للكتلة. يعني انا قرار لما اتخذه ككتلة نيابية خير من اتخذ قرار فردي. نعم. انا وهذا اللي بتشتغل عليه لانه الكتل النيابيه، يعني الكتله احنا 22 نائب، 22 عندكم برنامج متفق عليه، عندنا برنامج وعندنا يعني لغايه اليوم اصدرنا احنا بكتله وطن يعني بيان صادر عن كتله وطن، يعني بالنسبه لرؤى سيدنا بالدور المحوري والرقابي اللي يمثل هذا المجلس والأثر المباشر الذي يعكسه أداء الإخوة النواب على المخرجات والقرارات الصادرة عن من خلال ممارسات أعمالنا كنواب وطن أولا قبل أن يكونوا نواب مناطقيين. يعني معلش احنا بنحكي عن كتل نيابية تشكلت لغايات رئاسة أم لغايات تشكيل مكتب دائم أم لغايات برامجية متوافق عليها احنا أم لغايات، يعني السبب أنا بالنسبة لكتلة وطن تشكلت لغايات برامجية دائمة. يعني عندكم اليوم برنامج يمكن عندنا طرحه؟ برنامج احنا ان شاء الله بعد الجلسة رئيسي سيكون عندنا برامج. نعم. وعندنا طيب. اهداف لهذه الكتلة ان شاء الله. طيب. بعد الفاصل سنواصل نتحدث عن ملفات تواجه مجلس النواب 18 بعد فاصل قصير. قمان نواصل حوارنا وضيوفنا النواب، وقبل أن أنتقل إلى الملفات التي تواجه المجلس بسؤال وبإجابة بنعم أو لا أرجوكم، لا أريد أكثر من ذلك. معركة الرئاسة في مجلس النواب حسمت أم لم تحسم؟ لم تحسم بعد. إذا معركة الرئاسة ستكون هي معركة الأبرز في الجلسة الأولى لمجلس النواب. ولأعود للملفات العالقة، أبرز الملفات التي تصدر المشهد المحلي اليوم هي ملف اتفاقية الغاز. كيف تقرأ وجهة نظر أو المزاج النيابي تجاه هذه الاتفاقية؟ بصراحة هذا المجلس يواجه كما ذكرت ملفات ساخنة وملفات بحاجة إلى انتماء إلى هذا الوطن، والكل ينتمي لهذا الوطن، لا نزاود على الانتماء، كل إخواني ينتمون، وعلى رأسها الغاز. وهذا أنا بعصبرها اتفاقية ومصيبة الشعب الأردني، مصيبة شهداءنا في 48، شهداء الجيش العربي بصراحة. هذه الاتفاقية بالنسبة لي أرفضها رفضا تاما، بغض النظر عن تبرير المسؤولين من جدوى اقتصادية، ما بدنا جدوى اقتصادية، لكن ننظر إلى الجانب الآخر، أنك أنت الآن تتعامل مع عدو غاصب، عدو قاتل لشعبنا في فلسطين، عدو غادر، عدو اتفاقية وادي عرب اللي احنا نصددها الآن، احنا ملتزمين. هل التزم اليهود هذا اللي نتعامل معاه بهذه الاتفاقية؟ ما التزم بشيء، شايف علي؟ فهذا اتفاقية الغاز هذه أنا أعتبرها دعم للاقتصاد الصهيوني، أعتبرها دعم للجيش الإسرائيلي، شايف علي؟ وهذه الاتفاقية الغاز بصراحة لو مشت معنا، إذا حصل سوء تفاهم معنا ومع الصهاينة قصدك لو تابعت لو صارت هذه مشت الاتفاقية اختلفنا معهم، سيحصل معنا ما حصل في غزة. يعني احنا واضعين يعني ارواحنا بديهم الان، اختلفنا معهم قطعوا عنا الغاز، عشنا في الظلمة احنا. فانا بقول بصراحة بالنسبة لاتفاقية الغاز، نعيش على جرة الغاز ب 12 دينار، انا بعيش ب 15 دينار، بديش غاز ولا بدي هذه الاتفاقية مع العدو الغاصب الذي نعاني منه. وأنا كابن مخيم بقعة، أنا كابن مخيم
أنا خرجت من فلسطين وأنا عمري 8 سنوات، كيف سأتعامل مع هذا العدو الإسرائيلي؟ كيف بأي حق أتعامل معنا؟ هذا ابن شعب، ابن الأردن الحشد والرباط، اللي قتل جده، قتل والده في اللطرون وفي القدس وفي يعبد، كيف يرضى بالتعامل مع هذا اليهود، هذا اليهود الغاصب؟ ما بدنا غاز يهود، بدنا نعيش كما نعيش الآن. احنا كيف نعيشين الآن احنا بالغاز؟ كيف عايشين؟ بدنا نعيش في غلاء، مستعدين للغلاء، احنا ندفع من جيوبنا ونتعامل مع هذا العدو الغاصب. استاذ حسن، ندفع من جيوبنا ونتعامل مع هذه الاتفاقية، والاتفاقية مرفوضة جملة وتفصيلا. نعم، التاريخ يقول ان هذا العدو لا يؤمن جانبه في كل اتفاقية. انا مر التاريخ لا يؤمن جانبه، ولكن دائما انا بقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. خلينا نسمع رأي الحكومة في هذا المجال، وأيضا نعود إلى قواعدنا الانتخابية في هذا المجال، لأنه في هنالك ضنك معيشي عند مواطننا، ضنك معيشي قاهر جدا، فندرس جميع المعطيات ويكون حوارنا حوار بناء. ما هي المآخذ وما هي السلبيات وما هي الخيارات اللي ممكن نتيحها إحنا من خلال المجلس النيابي 18 أمام الحكومة أمام الدولة في موضوع الغاز؟ فلذلك دائما نسمع رأي الحكومة في هذا المجال ونتحدث. سمعت يعني معكم الحكومة وطلعتكم على بعض؟ لغاية الآن لا، ما طلعتنا ولا طلعتنا. يعني أنا طلعت على بعض الأمور كحزب، ما بعرف، كحزب جبهة العمل أو حزب جبهة الإصلاح. أنتم لم لم تجلسوا بعد مع الحكومة؟ نعم، لم نجلس ولكن إحنا كحزب المؤتمر الوطني زمزم، نعم، راح نستدعي أحد الأشخاص المعنيين يعني فني في موضوع الغاز، راح يتحدثنا بكل شفافية وبكل صدق وبكل موضوعية عن ما هي يعني السلبيات والإيجابيات على هذه الاتفاقية. نعم. ما هي المآخذ؟ ولكن التاريخ يقول أن هذا العدو فعلا عدو لا يؤمن جانبه. لكنك حسن، رغم أن العدو لا يؤمن جانبه، نعم، في التأني السلامة تدرس الملف، ندرس الملف كامل، نرجع إلى قواعدنا الانتخابية. نعم، زي ما حكى زميلنا أنه ممكن بالاتفاقية هاي، وبنسمع إحنا دائما الحديث يتداول أنه هنالك قطر، هنالك كذا، برضو إحنا ما عندناش خلفية عن هذا الموضوع، هل هي جادي ولا مش جادي؟ هنالك اتفاقيات سابقة أخي محمد مع دول الخليج العربي في موضوع المنحة الخليجية، في دول ما التزمت، هو حكي إعلاميا موجود، ولكن في الواقع الحال يعني الحقيقة تقول غير ذلك. فلذلك يجب علينا أن ندرس جميع المعطيات. الوطن يعني يمر في وضع قليل ملتهب صعب، يجب علينا أن نكون إلى جانب دراسة الملف بشكل نعم. أوسع، والعودة للقواعد الشعبية قبل نعم. اتخاذ القرار. فضيل، بالنسبة لهاي الاتفاقية اللي هي اتفاقية الغاز، هذه الاتفاقية هي اتفاقية قديمة جديدة. هاي الاتفاقية حسب ما سمعنا انه احنا هاي الاتفاقية سابقا عرضت على المجلس النيابي السابق اتفاقية تفاهم بحسن النوايا. خلينا نقول الان يعني ما لا نملك احنا الان كنواب جدد المعلومة الحقيقية والمعرفة التامة بمجريات هذه الاتفاقية وبكل تفاصيلها وبسلبياتها وبإيجابياتها. هاي النقطة. النقطة الثانية، الآن الظرف ووضع الغاز بالنسبة للأردن بسبب الظروف الجديدة من طاقة جديدة وطاقة متجددة والطاقة الشمسية وطاقة نووية، وبالتالي بالنسبة هذه المادة هي مادة أساسية للمعيشة. لكن الآن احنا هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لنا الآن، الكل يعلم وضع مادة الغاز في الدول العربية المجاورة والظروف التي تعيشها هذه الدول الحالية، وكيف كنا نتعرض لكثير من خليني أتحدث لكثير من التعطيل، لكثير من الخراب، لكثير من تقصد الغاز المصري. الغاز على مثلا على سبيل المثال الغاز المصري، الغاز الدولة الآن حاولت إنها كمان تستورد غاز من قطر. الكل يعلم بمجريات الأحداث. الآن بالنسبة لنا سندرس كافة الاختيارات وكافة الإمكانيات وكافة الأمور اللي إحنا نحيط بهذه الاتفاقية، ونكون على علم وعلى دراية وعلى معرفة بكل مجريات. إحنا الآن ما عندنا أي معلومة مؤكدة، اللي بنسمع من المواقع التواصل الاجتماعي، بنسمع من الناس اللي تكتب، بنسمع من الشارع الأردني، لكن إحنا لم يطرح هذا الموضوع بالنسبة لنا الآن كنواب، ولم تنعقد الجلسة، ولم يعني الآن لم نقوم بالعمل الموكل لنا بهذا. لو وصلت كمذكر نيابي هذا الموضوع، لن يطرح مجلس النواب إلى مذكر نيابية،
لبحث هذا الموضوع تحت القبة؟ لو وصلت هذه المذكرة لك هل ستوقع عليها لبحث الموضوع تحت القبة؟ يبحث الموضوع. شو المانع لا يبحث الموضوع؟ أستاذ رمضان أسمع وجهة نظرك في موضوع اتفاقية الغاز. اتفاقية الغاز أول شيء مصلحة الأردن أولا. مصلحة الأردن أولا. جميل. إحنا مش مع التعامل مع العدو، وهذا العدو معروف يعني عدو ناقض لجميع العهود والمواثيق، لكن مصلحة الأردن فوق كل شيء. الآن إحنا كمجلس النواب 18 بالتحديد لم تعرض علينا هذه الاتفاقية، ولا أحد من الحكومة يعني وضح لنا شو السبب. يعني إحنا سمعنا من وسائل الإعلام، سمعنا من المواقع الإلكترونية ومن غيرها، من لم نسمع وجهة نظر الحكومة. الحكومة صرحت في أكثر من مرة وتصريحاتها ما سمعنا. إحنا كمجلس نواب إحنا بدنا لما نحكم على شيء بدنا نحكم على إشي واقعي يكون بين أيدينا. بعدين إحنا في عنا فيما لو عرضت على المجلس لو عرضت على مجلس النواب في لجان مختصة مجلس النواب ستقوم بدراسة هذه الاتفاقية وعرضها على المجلس، والمجلس سيتخذ القرار المناسب فيها. فلذلك إحنا مصلحة الأردن ومصلحة الأردنيين فوق كل شيء. أنت عارف إنه المنطقة اللي حوالينا كلها ملتهبة، يعني الخيارات بعتقد إنه الخيارات ضئيلة، والمواطن كمان عانى من غلاء الأسعار وخصوصا مادة المحروقات. لكن إنه في كثير الأحيان اسمحوا لي بس حتى فقط هيك نأخذ الموضوع في مجراها في هذا الموضوع تحديدا. الشارع الأردني هناك عديد المسيرات تخرج هنا وهناك في عديد المحافظات تطالب بإلغاء هذا الاتفاق. سيدي أوكي، ما إحنا ما إحنا قلت لك إحنا مع مصلحة الوطن، مع مصلحة الأردنيين. إذا الحكومة بررت شو المصلحة في هاي الاتفاقية ما في مانع، لا يوجد ما يمنع لوقتها في رد إذا شو في مصلحة طيب. للأردنيين جانبين الاتفاق سياسي واقتصادي. تفضل. ممكن تعقيب على الموضوع؟ تفضل. أرجوك. أشكر أخواني على ما قدم وجهات نظر. جلست مع معالي وزير الطاقة إبراهيم سيف. معالي تحدث عن الجدوى الاقتصادية ولم نتعرض للجانب السياسي. طبعا مصلحة الوطن إخواني وأحبتي أنا أتعامل مع اليهود، ليس هناك مصلحة للوطن والمواطن تعامل بكافة الأشكال مهما كانت الظروف وما كان وضعنا. أي معاملة مع اليهود فهي ليس لمصلحة الوطن والمواطن، وأنا أظن إخواني متفقين معي في الموضوع. بالنسبة إخواني عندنا بدائل، إحنا عندنا الغاز العربي، الغاز العربي موجود، قطر بدها تعطينا، الجزائر أحد الإخوة النواب في المجلس 17 زار الجزائر وقال لم يصلني شيء من الأردن ولم يصلني أي طلب من الأردن. في عنا بدائل. أقترح اقتراح أطرح إن شاء الله في مجلس النواب أن تكون لجنة من مجلس النواب بزيارة الدول العربية بحيث نبحث عن البديل للغاز الصهيوني الغاصب. تتفق مع هذا الدرجة مثلا؟ يجب علينا مش الاتفاق أو المخالفة، يجب علينا أن ندرس جميع الخيارات بما فيها الخيارات العربية، وهل هي خيارات جادة في هذا الموضوع ولا مش جادة. يعني بين القول وبين الفعل هنالك. إذا لم نجد خيارا لا مانع، لا مانع إذا في خيار لا مانع، خيار إذا لم نجد خيارا لا مانع من السير قدما في هذا الاتفاق وجهة نظرك. إذا لم نجد بدائل، إذا لم نجد بدائل كانت يعني بدائل. شوف علي، حتى بالتاريخ يعني في اتفاقيات حدثت مع العدو الإسرائيلي، يعني حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في اتفاقيات حدثت مع اليهود في المدينة، حصلت اتفاقية، ولكنه يعني بعود بكرر أنه لا يؤمن جانبه، لأنه كثير غدر وكثير. إذا لم يكن هناك بديل لهذا الاتفاق لا مانع من أن يصير قدما أستاذ فضيل في هذا الاتفاق. سيدي بالنسبة لي الاتفاقية، إحنا هذا الحديث سابق لأوانه، إحنا الآن نعمل من خلال القوائم ومن خلال الكتل، وسندرس وفي يعني خلينا أقول ناس متخصصين في لجان متخصصة بمجلس النواب وفي لجان متخصصة سيدي من خلال الجهاز التنفيذي اللي هي الحكومة. الطرح والحديث اللي يدور بالشارع انه هاي شركة امريكية، ما حدا تطرق الان اللي نسمع احنا من الحكومة انه هاي شركة للعدو الصهيوني او للكيان الصهيوني. كل الحديث اللي كان يدور في الصالونات السياسية بانه هذه شركة
أمريكية، والسبق التعامل خليني أقول معه بالنسبة خليني أقول للاتفاقية ولما يجري، يعني في اتفاقيات سابقة، في اتفاقية مياه، في تبادل تجاري، في تبادل سياحي، في تبادل خضروات، في فواكه، وبالتالي يعني في اتفاقيات كثيرة حصلت ومصلحة الوطن هي ما تحكم بالنهاية. الآن مصلحة الوطن هي القاسم المشترك. هل نستطيع إحنا الآن كنواب وكحكومة وكأردن بمجوله أن نستغني عن الغاز؟ أخي محمد إذا سمحت، هل في خيارات مطروحة يعني تقدم الشيء الكثير للأردن في سبيل الاستغناء عن هذه الاتفاقية؟ لازم ندرسها احنا كنواب، احنا معنيين، المواطن يعاني من ضنك المعيشة، يعاني من الكثير، وهناك زي ما حكى في اتفاقيات موجودة أخرى، يعني موجودة في اتفاقيات أخرى يا أستاذ إبراهيم. أخي الحبيب، احترامي لإخواني وأراءهم، أول شيء دكتور حسن أخي وأستاذي، الاتفاقيات اللي كانت مع اليهود لم تكن هناك غلبة لليهود، الغلبة للدولة كان الإسلامية وكانوا مسالمين، شايف علي؟ أما الآن اليهود في عصرنا مغتصبين ومحتلين وقاتلين، يختلفوا عن اليهود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. شايف علي؟ بالنسبة الغاز، عندنا غاز، ليش بنكتشف غاز؟ غاز الريشي وغيره عندنا، لماذا أغلقت الأبار؟ ليش أغلقت الأبار؟ طيب. في البحر الميت اليهود اكتشفوا فيه غاز، هو بحر الميت اللي عندهم غير البحر الميت اللي عندنا؟ نفس البحر ونفس البير قد يكون. عندنا غاز، احنا يجب ان نكتشف، عندنا ثروات طبيعيه ما يعوض عن ذلك. بعدين حبايبي واخواني، هذه الاتفاقيات حتى لو كانت شركات وفيها مصلحه وطن يجب ان تعرض مجلس النواب، يجب ان تعرض، اما منتخب هذه الشركات ويكون غير صالح للوطن مرفوضه جدا. طيب. يجب ان تعرض مجلس النواب. اسمع وجهه نظرك استاذ رمضان، واضح سيدي احنا في كمان زي ما حكينا مصلحه الوطن فوق كل شيء. طيب الان نقدر نحكي أو نقنع الشعب الأردني أنه تنقطع عنده الكهرباء 10 أيام مثلا؟ فلذلك إحنا مش مع الاتفاق مع العدو، لكن إذا كنا مضطرين على هذا الاتفاق، إذا آخر الكي، آخر الجرح، الجرح الكي أو العلاج، آخر العلاج الكي، آخر الحلول يسيل. فلذلك الكي ما أرضوه رأيي. لذلك يا سيدي احنا هل يستطيع الأردنيين مثلا انه تنقطع الكهرباء 10 ايام مثلا اذا ما في بس خيار؟ بس ما انقطعت 10 ايام يعني مثلا. انا بحكي لك يا سيدي، اذا مثلا اذا كان احنا الان نمر بظروف امنية صعبة، بامور البلد تمر بامور امنية صعبة من حوالينا، اذا كان انه الامور الامنية هذه الصعبة من مصلحة الأردن، إنه مصلحة الأردنية، ولا أنا لست مع ولا ضد. الآن بعدني ما شفت شيء، بعدنا ما شفنا شيء، لا مع ولا ضد الاتفاق لغاية الآن أنا بس يعني ما مش موقفي ينحسب علي إني أنا مع أو ضد، بس أنا بقول إنه إحنا كأردنيين خياراتنا الآن بالظروف الأمنية المحيطة بالمنطقة خياراتنا محدودة. جميل. وربنا يجيب الخير. والله يجيب اللي سمعت أخي حسن. تفضلي بس تعقيب. تفضلي. أخي وحبيبي النائب رمضان، شايف علي؟ الأردن والشعب الأردني أنا بقول عنه والله بيعيش شهور وسنوات ونتعامل مع اليهود. طيب إحنا تعاملنا الآن مع اليهود اتفاقية الغاز. اختلفنا مع اليهود الآن. اختلفنا معهم. راح أخرى يا اسمع لي. لا أقول اختلفنا معهم اتفاقية الغاز. أنا أقصد اتفاقية الغاز. صار اتفاق بينه وبين اتفاقية الغاز. زعلنا معهم زعلوا معنا. بصير زي غزة. بصير زي غزة صح؟ أليس كذلك؟ طيب. بقطعنا الغاز. بعد الفاصل اسمحوا لي. بعد الفاصل سنواصل حوارنا قبلنا. نواصل إذن حوارنا وضيوفنا الكرام، وبعجالة أود أن أسمع تعقيبكم على موضوع المناهج، أيضا هو ملف ساخن أمام مجلس النواب. أسمع وجه نظرك بعجالة حتى لأن وقتنا بداهمنا. تفضل. بالنسبة للمناهج، أنا كمعلم ومختص في المناهج لمست التغيير التدريجي في السنوات السابقة، ولكن كان غير ملحوظ. على سبيل المثال،
كنا ندرس بلاد العرب أوطاني من الشام إلى بغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصرفة أطواني. وين راحت؟ بعد وادي عربة راحت. كنا ندرس حديث في الصف السادس درسته أنا، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، بعد وادي عربة راح. الأخطر من ذلك الدروس اللي بتدل على البطولة لأبناء شعبنا وجيشنا العربي وطيارينا في رأس العجلون، أين ذهب درسه؟ الدرس في رأس العجلون، الطيار الذي كان يغير بطائرته على اليهود في السموع والخليل من أرض الحشد والرباط وأغتيل في الأردن، أين ذهب هذا الدرس؟ ولمصلحة من؟ إرضاء لليهود؟ مشان ما أذكرش الجهاد، يجب أن تبقى هذه الدروس. قيمنا الإيمانية ذهبت الآن، ما في آية تذكر يهود كفار، فش ما في درس. ذهب محمد إلى البحر الميت وترك خرفه القمامة، مش لك غير اسم محمد؟ اسم فاطمة وين راح؟ الرجل الملتحي رغم كل حديث الحكومة وتوضيحها، لا كله راح 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 كله راح موجود، وبملف عندنا في كتلة الإصلاح ملف كامل سيعرض على الإعلام بكل التغييرات بالصفحة ورقم الصفحة وبالصورة بالسطر واضح موجود. صح حسن، دائما بقول احنا ما نستبق الأحداث. هلا في مجلس نيابي قادم، وفي لجنة اسمها لجنة التربية والتعليم، وفي ثقة مطروحة للحكومة. هلا يعني القضية ما بعرف ماخذ حجم كثير، وخاصة انه في ايضا في ناس اصطاد في المي العكر، ليس من قضية الاحزاب تحديدا، احكي بصدق واماني، من اصحاب خسميها المصالح الضيقة اللي هم اصحاب خسميها البزنس والاستثمار وما الى ذلك في هذه القضية تحديدا. لذلك يجب علينا، هنالك لجنة مشكلة تشكل لجنة اسمها تربية والتعليم، تدرس جميع المعطيات وتعطي حلولها بكل امانة وبكل صدق وبكل شفافية هذا الموضوع. لكن يجب علينا ايضا احنا كاشخاص معنيين ان ندرس قبل ما نقيم، ان ندرس ما هي التغيرات اللي حصلت، هل هي تغيرات جوهريه ام هي تغيرات شكليه في المناهج. يجب علينا ان نقرا. يعني انا جلست مع بعض الاشخاص في موضوع المناهج، يعني موضوع الحدث انه ليش ارتبط اسم محمد مع قضايا انها غير يعني خسميها غير مسلكيات صحيحه. يعني وجدت انه هذا الدرس من 2014 مش من 2016، كان قديم يعني هذا الدرس، وجدته حقيقه انه من 2014. هلا طيب وين كان الاشخاص المعنيين في هذا الموضوع؟ بحكي بكل امانه وبكل شيء، وجدته لما جاءت او حضرت تاعت المناهج وحكت، قالت لها قلت لها يا ستي بصرف النظر عن هذا المسمى، قالت لي ورد وراح يعدل هذا، يعني بكل ابجديه وبكل اريحيه، استقبل باب التعديل مفتوح، باب التعديل مفتوح، يعني لازم نسمع للراي والراي الاخر، لازم نكون جميل. موضوعيين وصادقين. نعم نسمع على الرأي والرأي الآخر في هذا الموضوع. فضيل سيدي، بالنسبة لموضوع المناهج، موضوع المناهج موضوع شائك الآن. أهم من يعني أهم شيء أنه إحنا نرى أنه في حملة شرسة على وزارة التربية والتعليم، على البرامج وعلى المناهج، من الإعلام، من المواقع الكثيرة للتواصل الاجتماعي، من يعني بعض الشخوص، من بعض الأجندات الخاصة، من بعض المدارس، من بعض الناس المستفيدة من قطاع التعليم. يعني إحنا أو هذا النقطة. النقطة الثانية، إحنا يعني كثير كنا في جلساتنا نتعرض إلى ناس أنه بنتقد المناهج. يعني أنا أقول لك بأمانة، قعدت مع ناس كثير وطلبت من ناس كثير متخصصين بالتربية أنه يعطوني تقييم ودراسة، يعطوني مقترح مشان نتبنى من خلال النواب ومن خلال لجنة التربية في النواب، أنه يعطونا ماذا حدث بالمناهج المخصصة للدراسة لأبنائنا. يعني هاي النقطة، يعني كثير كنت أسأل ناس بقول له قريت المنهج الجديد؟ مشان أكون صادق معك، من 20 يمكن جلسة لقيت واحد قال لي والله قريت منهاج الصف كذا. اليوم صدفة أنا رعيت في إحدى المدارس الخاصة سباق راحي اليوم، فقلت لهم أعطوني مديرة الابتدائي أو الأساسي اللي هم معنيين، فتحدثت أنا وياها عن موضوع تغيير المناهج. أنا تفاجأت اليوم أنه تغيير المناهج تم قبل سنتين، ما تم السنة الماضية، لأنه تم السنة الماضية تغيير طفيف، أما التغيير الجذري على مناهجنا تم قبل سنتين. هاي المعلومة اللي أوردت لي، ما مدى مصداقيتها، ما مدى تطابقها الآن؟ الآن لم نتأكد من هاي النقطة. الآن هاي نقطة. النقطة الثانية، اللجان اللي عدلت وغيرت المناهج هي لجان تشكلت من أبنائنا، من أبناء الأردن، من ناس متخصصين.
يعني أنا مبارح جلست مع أحد الوزراء وطرقنا لموضوع المناهج، قال لي اللجنة اللي تخصصت لدراسة كانت تحتوي الشخوص التالي ومن ضمنهم قاضي القضاء. لذلك يعني ناس متخصصين، ناس على قدر عالي من العلم، من الكفاءة، من التخصص اللي درسوا. لابد من الوقوف على حيثيات المناهج من كافة جوانبها، شوف كيف تم التغيير، كيف جرى تغيير عليها، شو لمصلحة مين. احنا الآن يعني قبل فترة أنا نزل على مواقع التواصل لرئيس قسم التعليم، رئيس قسم البرامج اللي تقاعد السابق، ما 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 استفدت أنا، يعني ما أعطاني شيء من صلب الموضوع، إنه سوى إنه إحنا برامجنا أو مناهجنا متجهة باتجاه علماني. يعني الآن بدنا شيء واقعي موثق، وأهم من المناهج سيدي الآن ما هي مخرجات عملية التعليم بشكل واضح خاص. أستاذ رمضان. سيدي إحنا أول شيء إحنا نواب الشعب، إحنا جينا من الشعب اللي انتخبنا وجابنا، فلذلك إحنا إذا حكمنا على الشيء يجب أن نحكم من خلال أنه نكون مطلعين على هذا الشيء. فلذلك إحنا لغاية الآن مجلس النواب ما اطلعنا على المناهج. في عنا من مجلس النواب الحالي ما شاء الله أكاديميين كفؤين، عنا دكاترة، عنا جميع التخصصات، متخصصين مجلس النواب. الآن راح تشكل لجنة التربية والتعليم بإذن الله بعد إن شاء الله بعد تشكيل المكتب الدائم، بعد انتخابات المكتب الدائم راح تشكل لجان ولجنة التربية والتعليم من إخواننا زملائنا النواب اللي هم اجوا من الشعب، يعني مش نقول من طرف الحكومة اللي هم غيروا أو بدلوا بالمناهج. احنا سمعنا كثير على المناهج، سمعنا في على مواقع التواصل الاجتماعي كانت لمناهج غير أردنية، نعم مصرية، يعني صحيح دعايات، يعني نعم. دعاية. فلذلك احنا ما اطلعنا، يجب ان نحكم على الشيء من خلال اطلاعنا الحقيقي على هذا الموضوع، على هذا الموضوع يا سيدي، من خلال اطلاعنا الحقيقي على هذا الموضوع ثم نحكم عليه. بعدين احنا ما حدا يزاود بالوطنيات وبالدين وبالكذا، على كلنا اردنيين، كلنا اولاد هذا البلد، ما حدا يزاود على الثاني بموضوع هذا التربيه والتعليم ابنائنا واللي يدرسوا ابنائنا. طيب فلذلك ما حد يزاود احد، ما حدا يزاود على احد بعجاله. ارجوك استاذ ابراهيم. سيدي انا مع اللجنه التربويه في الاصلاح وكل شيء عندنا موثق ان شاء الله. في البدايه كان اخواننا الذين يشرفون على المناهج يعني انكروا هذا الكلام، شايف علي وزير التربيه كذلك شايف علي، الان مستعد للتغيير اذا في شيء، وهذا ممتاز جدا. انا مع حوار الطاوله، ليس مع نزول الشارع، ليس مع النزول للشارع، ليس مع تعطيل المدارس، ليس مع رجم الحجارة على المدارس، أنا مع الحوار، ليس مع حرق المناهج، ليس مع حرق المناهج. المناهج عندما طبعت لم تدقق هذه السنة، والتغيير في هذا العام، التغيير في هذا العام بهذه السنة واضح. كلها مطروحة. أستاذ حسن عندك تعقيب؟ حديثي مركز، لازم يكون في لغة حوار ونستمع لبعضنا البعض. جميل جدا. أنا أعذروني وقت انتهى، وبتأكيد المشهد النيابي كلنا نترقب، وكل التوفيق لكم أصحاب السعادة، شرفتوني بحضوركم. إلى هنا إذن مشاهدين، نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض بلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال، استبقى دائما معكم منكم وإليكم، فللأردن رؤية. تصبحون على خير.